السلام عليكم الحبايب الغالين، كيف حالكم؟ اولا وقبل كل تصرف اذكروا الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله جل جلاله، وصلوا على الحبيب محمد، وصلوا على الحبيب الشفيع يوم القيامة محمد. نخطئ ونذل ونغلط، لكن يقول أمتي وأمتي معناكم لا تنسوا، صلوا على الحبيب محمد وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعزائي الغالين، اليوم فيلم حلو، وطلعة غاوية، شو مشتي مكان أما عند واحد ما لي شغل، خاطرة طبيخ على حطب وركبت الجدور، واحد اثنين ثلاثة، والعلم يرف يرف ودوبك ان شاء الله ترف يا الله، في الغيط في الغيط في مك الله، اجواء طبخ. هاي الستنا الشعبية تحت الغافة، فنتغدى عاد غدانا تحت الغافة، والماي شيء شعبي الله، وحرية محط بهاراته وصغيراته زعفران اللون، كل شغلية ابنه وياي، وطالب علي عاد هو لحم بالشواء العماني، يعني طلبته قال أبا نفس ما سويت أمسات إن شاء الله. شوفوا حين جهزت شغلي والحين بتغدى وبصير أقطع اللومي من عنده، لومي ورق لومي. يا جماعة اسمعوا، عندي الحياة ولا ما تعلمت الطبيخ من الطريق، لا بالتجارب، واحد لازم يجرب هذا وهذا 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 يوصل إلى الأحلى. الشوع يحمي اللحم عن يحترق حماية، أما تقول لي نكهة لا صراحة. الموز اللي هو الموز اللي حضرته، هذا الموز أبدا مر ولا ضر، يعني لا نكهة ما يعطي عادي، يعني تجاربي. أما اللومي الأخضر لا، تعالوا ما ادور اللومي، انا في مزرعه اللومي هبو، تعالوا هذا اللومي، لا بعد شم اللومي حامض، هذا اللومي شوفوا، واو لا شوف ابو اللومي اللي هي شيرت اللومي الحامض، هي لومي شوفوا لا حول الله، تقولون بعد قلنا طاف، شفتوا هذا اللومي، يلا قطعوا لي من هالشارع زين، يلا ترسلوا الكيس، ما شاء الله والصلاة على النبي، شوف الرمان يلا اللهم صل على محمد، احنا في مزرعة مكان، ما شاء الله والصلاة على النبي محمد، الله يعطيهم خير، يلا 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 يلا، عاشوا قطعوا طبابيخي وياي بعد، نعم مساعدين وياي، هذا لازم ساعدوني اللي يحب اي بالحطب واللي بالضو واللي بيها، وهذا اللي مقطع من القطع نعم، واللي بالحطب واللي بالضو نعم، لا مساعدين وياي، بس احب ابدل ثيابي، بلبس الطباخ وبطلع لكم، طابعوا ولا يفوتكم فيلم حلو ويغاوي جدا، ليش شعبي اي في مكان شعبي، الله يعنكم يعني، والحياة حلوة الله، شوف المزرعة ما أعطيهم الحرية، هذا الدجاج تاكل بيض ماله نعم، ما شاء الله شوف. وانت ايش حق ما خش تحت السيارة عندي هنا، شو عازم علي يلا، بعد مسقرتية اللحم ما يبنى من السوق، لا هذا لحمهم من أبو، ما شاء الله والصلاة على رسول الله، قوموا تعالوا السكين دوركم ما تعال شوف تعال السكين
ادوركم حرية. تعال تعال والسكين ادوركم. تعال لا 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 وين مسادي؟ انا وراكم 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 وراكم. تعال تعال تعالوا تعالوا. اي نعم نعم الله المستعان. غيرت ولبست ثياب تناسب الحديقة او المزرعة. ايه 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 على لون المزرعة. يلا عاشوا. ايه ابوه صب. ايه نعم عطى 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 ماي. نعم يلا غسل اللحم الحين. غسل اللحم. لا والاجواء شوفوا 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 الاجواء. وابينا والعلم يرف والغيم منحن في مكان ما ان ايه ما يخصنا. وين ما يخصنا؟ ما نشرب ما نشرب. يا حطوا غدانا. غدانا الحين بنتغدى بنتغدى وبنطبخ. ابو يا ابو حطوا غدانا. وهاي الياس الغاوي تحت الغافر. اطبخ تحت الغافر. عاشوا بس يعني غسل غسل اللحم. غسلتوا يلا هنا قعدت يلا غسل 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 غسل. صبر صبر صبر. خلي الدم خلي الدم خلاص. لا بس يا الله تحت الغافة تجلس. أبوه الإمارات أحلى شتاء في العالم. في الإمارات أحلى شتاء في العالم. في الإمارات أبو بكر افتح لي. يدرون بي أنا مصبر عن هذا ويايبين لي. افتح هذا. شو شوف هذا افتح. هذه صالونة أبو الرويد من المزرعة. شوفوا ما شاء الله ما بالبويض أقول غاليون. شو مرشد يا ربي. يا هو عذاب. خلي باش عق مسكر كله. افتح لي هذا بعد. تعال افتح. شوف ما شاء الله ولي الصغار. افتح افتح. الله 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 الله. شن عاد مشبوس كم بناكل. الدخول من الخير وصالونا المرشد. يا ربي هالاجواء الحلوه والاكل الشعبي. نعم. والمحلي رويد محلي ما شاء الله عمي 100%. الله الرحمن الرحيم. اعزائي الغالين حبايبي يا نظر عيني يا انتم يا المتابعين حريه في الليالي الشتويه. اليوم معزوم عند ناس الخيماويه. اي نعم طبعا. وخلكم ايام اشتيايتم. واحسن شتاء شتاء الامارات. احلى طباخ شعبي خالد حريه. اي نعم الواحد اللي حمره ما عمي. اي نعم المهم هذا الملح اوب. وهذا الكركم. واهل الدكاكين بايعوني كركم. الله هذا الكركم. خلط بلط وملط. البس هذا. البس التلفاز. البس التلفاز. سبحان الله. ما ادري ايش السالفه. من بشتغل صح الا والله برد على شغل الاولي. باقول طاف مليونين طاف بعد هاي المره. والله العظيم شو هالحاله هاي. طاف 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 طاف. اشتغل ما عليه مكبر. وهذا الحين الملحه. تعال نعمه. قال تعال تعال. قلب 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 قلب. اي نعم يلا هي قلب قلب قلب. نعم نعم الله. اي يلا قلب 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 قلب. يلا نيجي اوبر اوبر نيجي. يلا هي قلب هي. بعد 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 بعد. اي نعم قلب 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 قلب. اي نعم اي مره. يلا هذا هذا معك. اي عطى. هي لازم اول كركم وملح. وفي ناس ما ادري ايش قاعد يغسلون الملح والكركم. ليش حقا خلوه لا تغسلونه حق يغسلونه. ايش حقا ما الحين مكركم وين ما ادري ايش قاعد اخوي قاعد يغسله. ما ادري وين بالمصطلحات. ما ادري وين يطلعون هالطلعات. ابوي اخذوا الشغل من احمد هله حريه خدمات. الحين صفرنا شفتوه بالكركم والملح. نعم والحين عاد عندنا هذا بزار الشواء يا عبي. من طر الراس. مطلوب الريال طالب علي شو اسوي بالك. كيف هو كيفي انا ما ادري شغلنا. زار الشوى يا الله عدل الوقت هذا يباله. انتوا اللي في الرحلات وفي المخيمات سارين وياين شيء. بس حطوا بالكم على الطبخه
والله خدمات تطوعية عشان خاطر عيونكم ما ضم عليكم شيء. ايش حقه؟ ان حي والله يذكره بالخير، وان ميت قولوا الله يرحمه ويعفو عنه. بس هاي الدنيا هيها كلها بار وحين. خلكم وياي، خلكم شوفوا واستمتعوا استمتعوا. يلا اول ما واحد عاد خله صفر خلاص. يلا قالين اسعد الله مساك جو طر. يوم قالوا ان احسن شتاء في العالم في الامارات قول وفعل احسن شتاء، واستمتع مع احلى طبخ. حيت عطني عطني بعد هذا هذا هو الشغل عند اهل الشغل. نعم عطني ناولني وتعال عاد. شوف كل شيء لشيء، وكل حجرة لها أجرة. طلبي يا ابني الريال عازم ربعة بالحرية الطبخة. جو أجواء شتوية، أجواء شتوية، خلكم ويا حرية عند الخيماوي. الريال يوم شاف الطبيخ قال عازم ربعة قال حرية لحم موجود أحلى لحم. قال وعازم ربعة هذا الجدر حركتنا، هذا بنعطيه الحين شو بنعطر الجدر لازم عطر بالهارة. تعالوا تعالوا رجعوا قطعة عادي رجع تعال هذا رجع شل رجع عطني لومي رجع قاعد نزل عطني لومي هذا لومي من المزرعة من المزرعة من المزرعة. نعم ما تعطلنا ولا شيء. يا عطيه وحن ردينا عشان الوقت ما يدركنا. اللحم لحم لحم صدق يعني ايه ما صدق يعني لحم صدق. ان شاء الله والصلاة على النبي ان لحم من الخاطر. ايه لحم من الخاطر من الخاطر من الخاطر يا هو لحم. العافيه على اللي بياكلون. صور صور الجدر برد خير لا تصورني انا شبعه مني ملوا عزوا والله. شوفوا هي انا طباخ متجول، هذا الطلب على طلبيه اتي انت وجدورك تطبخ امام عيني ام كريمه يردونه يقولون ان شاء الله دوم الكريمه حطونه على الراس. هنا صفينا اللحم والماي اللي زاد صب على الماي هيك تحت هيك طرف الجدار هيك. الله بس عطني ورق اللومي صور صور تعال يعطي نوخة 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 ايه هاي. أربعة تعال شوف 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 جدرك شوف جدرك طيب الله طيب الله يوم تطبخ من خاطر غير ايه الكريم اللي مثلك ما يبال الا الكرام. نعم يلا ابوي غط الجدر اول خلكم ويانا اول مولة. ايه هذا اللحم خلصنا يلا ولع النار بسم الله الرحمن الرحيم. النار تولع ان شاء الله في عين العدو وعين قال خوص النخل يوز لورايه ويوز لي ذاك الحلو وقايه. سبحان الله توصف توصفوا بخوص النخل والنخل عند رب العالمين مكرمه من كل شيء حتى خوصه. ولو بغيت لبق الحطب الكبار اول لورايه. شو لورايه؟ لورايه يعني خص القوص خوص النخل قال يوز اللي وراي ويوز اللي ذاك الحبيب وقايه كذا ولين تعالي
لبق هذا كيف لبق نار قول بسم الله الرحمن الرحيم يا هلا ولع تولع في عين العدو ان شاء الله نار نحاميه العدو اللي ميداننا ويبغضنا ويقرضنا قول امين انا وانت وانت بقى ويانا والسامعين اي واحد ميدانيكم ما دام انت ثيابه ان شاء الله ايش حقه والله العظيم ولع يلا العالم يرف يا علي ان شاء الله محلك عامر الغالي في عرس عيالك ان شاء الله في عرس عيالك الله شوف ولد دور تنبخ ولد دور تنبخ 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 شاباش شاباش لمحمد وعبد الله والاجواء شوف والغيوم والهواء يصيح وويلا عاشوا يا ابو يا عيب الله 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 سلامات 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 والقدوم حق الله نعم يبقى قدو 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 الله 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 شو هذا هم 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 هذين دخول ايه حد بعد تهمني انا مودر هذين انا ما يخصني ايه نعم صدقوني يا عيد حروني انا ادوخ هالاشياء اللي ما اعرف شو اسمها انا ادوخ والحين هنا عاد لطبختنا القبولي تعال قرب عشان تسمعوني تعال هذا شفتوه اليابس اليابس يبهار خليه حر نعم
صبر كذا. يابس عطني بصل، والبصل شرايح. ايه بصل شرايح. عطني 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 بصل. نعم هذا البصل شرايح. اي نعم الطبخة حق اليوم. اي نعم والحين هذا الثوم، هذا الفلفل البارد، هذا شوية فلفل حار ما يبغى وايد. نعم الشتوية ويا أخوكم حرية بهذا الطبخ الشعبي والطرب الشعبي، وخلكم ويانا ليه لسعيدة. نعم هذا الرجال، هذا الحرية، طباخ متجول. نعم اللي مكابرون حلو. نعم عطني اليوم الأسواق وينه؟ الكبار الكبار الكبار. نقطعهم نقطعهم نقطعهم. هذا الجدر، خذ الجدر مرة. ايه شوف هو هذا، شوف احمر البصل احمر. عطني يا رملاس جوا احمر البصل. شوف مرة لا حمرناه حمرناه واحد هني للبهار المتميز محليا وخليجيا وعربيا وعالميا. ليه كاليفورنيا، ليه امريكا وصل، ليه طوكيو وصل، ليه بكين وصل، بدار حرية من غير انانية. هذا حلو. خلي يشرب بزار الحين. خلي يشرب بزار. خلي ياخذ حد البزار. ياخذ حد البزار. ياخذ حد بعدين. ايه خلي ياخذ حد. مرة من ياخذ حد البزار. لازم ثلاث اربع دقائق يتم البزار كذا بس من فوق. الحين لازم الزعفران تعطيه حد ما بنفس الوقت، لا اول ودنه. هذا ما يضر. ايه يبالي ما يضر. ايه ما يضر. عاد روحه بعد يعطي طعم الزعفران. ايه ابو لا وانت تطبخ ذيك الساعه. هذا الزعفران انت زعفران يا ابن الله. عطه ولا يهمك. مصير الطبابيخ غير يا جماعة الخير. قالوا كل من يوم نجر ما تم بالوادي شجر. لوكيشن صور. نحن في هاي الأجواء الشتوية أحلى شتاء في العالم. عن عشان ما يظلم الليل علينا والطبخة ويا بعض. هذا الحين الحشي يب يبصل. ها
هذا بنسوي الحشوه الحين. ايه. الحشو لازم الحمره قبل يعني نسبق علينا الظلام ونقول والله لو في كشافات كل شيء موجود لكن لا يعيبك على عين النهار. اي نعم بسرعه عطني 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 كثير يلا يا هذا الحمر وين وين من الناس البصل لازم تحمر عطني ماي عطني ماي جيبوا ماي تعال تعال بس صورني شبع مني والله العظيم على عين النهار يعني من دام والفرطه هناك تقفل لك عاد الحين انا خلاص لعب الليل احنا ايه بغيت العيش منتفش بعد اعطه هين عربيه من هاي ابغى شوف الجدر تعال 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 الجدر تعال تعال يا ولد تعال شيل 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 اشوف الجدر ايه ايشوا الجدر مش شويه عربي من الزعفران صور يا لوكيشن يا لوكيشن جيب لي شيول هذا الحين عيشنا وعقب نحن بنتصرف عاد عطني شيول جيب شيول طلع ضوء جيب شيول اطلع لي ضوء هذا الحين نحن فرشنا سكرنا العيش والعيش عاد العيش نعم يا ولد الحين بارد شو على الحشوة رد على الحشوة عطوا ضوء جيبوا ضوء عطنا ناس طباخ لازم شرات الإنسان المريض هي الاستعداد له يبى ماي يبى دواء يبى كل هي 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 الجدر ما تخلي إلا يوم تسكر مرة أروح حد ولا عيل أنا بخلي الطبل يصيح بيسند الجدر لا الجدر أهم صور 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 ماشي الحمد لله رب العالمين الحياة حلوة عسى الله يسعدك عطني شوي ماي ايوه هذا اللحم وهذا العيش وهذا الحشو طالع ده حشو صب لي ماي شوي صب لي ماي صب لي ماي شوي صب 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 ابو واشيف بخبركم بعد عين صب حمر البصل يا نور يا لوكيشن تعال اعطني هذا هاي الجرفة الجرفة عادي الدارسين يسمونها هاي الجرفة حمر البصل زين وهذا اللومي الاسود مرة هيك بعد لا بعد ما في لومي اسود ما بغاوي الا شو اسمه الحشو يلا عطني وين شو اسمه وين شفتوا يلا عطني هذا وين الزبيب جيب الزبيب غيرنا عاده حط البوع على اخي مفلت صغار شبه عطني هذا وهذا الزبيب هذا الزبيب شوف عليه زبيب
هذا خلاص خلصنا هاي الحين شو بعطيه؟ بعطيه هاي الغارات جاهزه عندي هيك ايه جاهزه الغارات العمانيه مخلوطه من جميع هذا حزنا يوسف عطني ملح عطني ملح هذا واخوي حمداد يسأل عنك عطني ملح شوي الحين هذا قرب قرب خلي يشوفون المشاهدين خلي يتعلمون الطيبين الغاليين ياسي يتابعوني وحليلهم انا خدمة تطوعية من غير انانية خدمة انسانية هذا هذا الفينشنج شو الهيل 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 هذا الهيل خلاص هذا الحل خلاص الحين خلاص الحشو يفتح لي الجدر العش بقايس العش بطالعه ايه افتح الجدر من بعيد ايه ابوه الله 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 افتح افتح ودي ودي منك افتح شوف ايش يا با يا عيني يا عيني لازم هيك لازم في عاد حل في مطرافة وعدنا اليوم بعد حمدان صاحب المطبخ الشعبي عطني من لاس الصغير وعدنا اليوم في ضيافتنا صور ابو فاروق اليوم جاي لنا زيارة صاحب المطبخ البراحة نعم اخوي خالد اليوم وشوف هذا الجدر خفينا ضوه خلاص الله يا ضوه ها لوكيشن قرب قرب ها شو رايك في اللحم اضرب صبعك اضرب طالع بنطالع شوف ها لان اللحم الله يا ابو محمد مره يا سلام جواب جواب ابو هذا لحمنا وهذا جدرنا وهذا الجمهور يطمشون مال الفنادق والدنيا والعالم واليولا وسالم عامر يا الله سالم عامر ابو فاروق الناس شوف 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 الله ايه مره هذا هو تعال شوف هذا اللحم ما شاء الله شوفوا صارت على النبي مره ايه ابو فصخ مو الاهل هذا جدرنا ومعازيم من عقب الصلاه ها عقب ما عقب الصلاه يا ود عطني العيش اشوف العيش عطني ملاس العود شوي 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 اشوف العيش ويلا يلا يا ساتر يا ساتر تعال ابوي شوف جدرك راع العزيمه بس لا تطلع الناس شوف اللهم صل على ابوه شوف شوف من الزعلات واحد اكلها كل حبه عصر شوف ايه هذا طال عمرك سلمت يا ملاك
يالي يالي الاول عودي علينا يالي يالي الاول حلمان بايتحول بند الصبح حلمان باي يلا عاشو روح 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 رو